هنا صدقت حلمي وبدأت. قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني سبق. لن ننجح إلا بيكونت. من هنا قررت بعد ما فكرت أمشي عالصعب، وعرفت أنا لما كبرت إن اللي تفكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة، وأديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك كسوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، ما هو رهنوا عليك ترسروا وكسرت. أنا ابن مصر، أنا ضد الجسر، أنا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. أنا ابن مصر، قلبي مصر، مقدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. أنا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. أنا ابن مصر، أنا ابن مصر، قلبي مقدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر. أنا ابن مصر، أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. أنا ابن مصر، قلبي مصر، مقدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، مساء الخير على متابعين برنامج كلام جديد، اهلا بيكم في حلقه جديده وان شاء الله متنوعه من برنامج كلام جديد. خليني ادخل في الحلقه مباشره النهارده وارحب بضيفي الكبير والكريم الاستاذ الدكتور محمد ابو القاسم، استاذ امراض النساء والتوليد وعلاج العقم ومفوض حمل الدعم مؤسسات الدوله في الفيوم. مساء الخير يا دكتور وتحياتنا لحضرتك. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ دكتور الحقيقه اسبوع قعدت بلدنا مليان بالاحداث ومليان بالتفاصيل ومليان بالايجابيات، وطبعا مليان بالاخبار، او هو مليان بالاخبار الايجابيه، ولكن خلينا نقول ان في خبر قبل الحلقه قبل الهوى استقبلناه، وهو وفاه الفنان الكبير يوسف شعبان. الحقيقه احنا بنتوجه بكامل وخالص التعازي لاسرته الكريمه، وطبعا الفن المصري فقد فنان كبير زي الفنان يوسف شعبان. بقاء الله. خلينا نكمل النهارده مع حضرتك ونبدا كده في جوله سريعه مع الاخبار. وعندنا خبر بيقول ان القوات المسلحه النهارده ارسلت مساعدات طبيه الى الجيش اللبناني بتوجيهات من السيد الرئيس. عايزين تعليق حضرتك على الخبر ده. هي حضرتك مصر هي عمود الخيمه بالنسبه للامه العربيه، والحقيقه ما بيفوتهاش حضرتك واجب ان هي تقدر تساعد اي شعب عربي الا اللي هي بتقوم باللي عليها واكثر. فاحنا طبعا بنحيي السيد الرئيس على قراراته، بنحيي القوات المسلحه، وبنقول انه النهارده هناخد بعد شويه اجتماع حضرتك، كان حاصل في اجتماع للبرلمان العربي، ورئيس البرلمان العربي الحقيقه قال احنا بنحيي، قال كده نصا، احنا بنحيي السيد الرئيس السيسي على مواقفه في الازمه بتاعت الربيع العربي، وقال لولا رئيس السيسي ولولا مصر لانهارت الامه العربيه كلها. فده حضرتك اعتراف طبعا بانه رئيس السيسي، عشان بس المصريين يعرفوا قدر ذلك الرجل في عيون الامه العربيه وفي عيون العالم. مش بس الامه العربيه اللي بتقول كده، لا، الاتحاد الاوروبي كمان حضرتك واقف كويس جنب مصر في مواقف عديده
حضرتك في حضرتك صفقات السلاح، فبنقول حتى لأي حد حضرتك مش عارف قدر مصر ومش عارف قدر رئيسها، انه لا احنا مصر قوية جدا، جيشها قوي جدا، على أهبة الاستعداد في أي وقت لتلبية قرارات رئيسه. الشعب متلاحم، الشعب حضرتك مش بيخيل عليه أي فتن جديدة أو أي حضرتك بقى تصريحات لحضرتك للبلد البلد العم سام، عشان نبقى عارفين كده بصراحة. فحضرتك احنا عارفين كويس ان احنا رئيسنا مين هو، عارفين قدره في بلدنا وفي الأمة العربية كلها، واقفين وراه، واقفين ورا جيشنا، فمش هيفلح أي فتن بيننا وبين بعض. طب الحقيقة عايزين نكمل بقية الخبر يا جماعة، لأن أعربت وزيرة الدفاع الوطني اللبناني عن عمق العلاقات وعن عميق الشكر والامتنان إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية لتقديمها يد العون في أوقات المحن والأزمات، مؤكدة على عمق العلاقات الاستراتيجية اللي بتربط بين مصر ولبنان. الحقيقة يعني بنشكر قواتنا المسلحة اللي دايما رفع راسنا، مش بس كانت مساعدات للبنان أو مش أول مرة بتوجه مساعدات للبنان، ولكن دي المرة التانية أو الثالثة تقريبا في خلال الجائحة الفظيعة اللي احنا عايشينها كورونا. وخلينا ناخد النهاردة خبر مهم جدا، وبالنسبة لي أنا شايفاه نقطة إيجابية، وهو تفاصيل لقاء وزير الخارجية النهاردة السيد سامح شكري مع رؤساء تحرير الصحف وكتاب الرأي والإعلاميين. الخبر النهاردة بيقول أن الوزير سامح شكري اجتمع مع الإعلاميين ورؤساء التحرير في لقاء مفتوح وهام، تناول جميع القضايا خصوصا اللي بتمس العلاقات الخارجية، واستمع إلى الأسئلة بوضوح، وكان حوار يملأه الصراحة. دكتور، عايزة تعليق حضرتك على اللقاء المهم اللي جمع النهاردة السيد سامح شكري مع الإعلاميين ورؤساء التحرير النهاردة، اللي تم كمان في أو تحت قيادة الكاتب الصحفي الدكتور كرم جابر رئيس المجلس الأعلى للإعلام. هو الحقيقة وزارة الخارجية في عهد رئيس السيسي شفناها من منظور جديد. وزير الخارجية سامح شكري الحقيقة كل الناس بتشيد بالمكالمة اللي تمت بينه وبين وزير خارجية أمريكا. وزير خارجية أمريكا تصاهب، كان في تسريبات كده عن شوية طلبات ومش عارف إيه ومين وفين ومش عارف إيه، الحريات ومش عارف الجمعيات حقوق أنت عارفة بقى الجمعيات ومش عارف إيه. طبعا الحزب الديمقراطي من توجهاته حضرتك حريات حضرتك بالنسبة لحاجات معينة احنا مش بنتقبلها في مصر، زي حضرتك حرية الشواذ، حرية مش عارف ايه، حرية مش عارف ايه، حضرتك احنا مش حرية الإجهاض، احنا عندنا في قيم بتمسكنا بتمثلنا في المجتمع، في قيم دينية إسلامية ومسيحية متمسكين بيها. فالحقيقة لقينا التصريح بتاع وزارة الخارجية المصرية كان خطاب حضرتك معتدل جدا، حضرتك ما تتاهقش لكل هذه الـ يعني الكلام اللي مش مفيد، ونص فيها ان في تعاون استراتيجي بين مصر وامريكا هيفضل بيننا وبين حضرتك البنتاغون، في حضرتك معامله مباشره بين الجيش المصري وبين البنتاغون، في حضرتك الجيش الامريكي، في حضرتك مش يعني مش هنسمح حضرتك بتدخل في الشؤون الداخلية المصرية. فحضرتك كان حقيقة خطاب، كان التصريحات بتاع الوزير الخارجية كانت قوية جدا، كانت يعني ممثلة لتوجه الشعب المصري ولمتطلبات الشعب المصري. فده حضرتك بنشكر الخارجية عليها. وفي نفس الوقت كان في برضه تصريحات لي على مشكلة سد النهضة الأسبوع اللي فات، وده أكيد اللي تم بينه وبين الصحافة بالنسبة لسد النهضة، وقلنا أنه سد النهضة ده المية بالنسبة لنا خط أحمر. صحيح. ملء الثاني لسد النهضة لن يتم إلا بعد اتفاقات بيننا وبين السودان،
لانه مش هينفع حضرتك يتملي سد النهضه الملء الثاني الا لو تم تسويه المشكله باي طريقه. صحيح. في حضرتك تدخلات هنعرفها دلوقتي حضرتك من كذا من كذا دوله بتحاول تساعد، انما حضرتك احنا الخط الاحمر بتاعنا انه حضرتك يبتدي ملء سد النهضه الملء الثاني لن يتم الا في وجود اتفاق مباشر. مصر قويه، مصر عندها الحلول كلها. حلول حضرتك بها لاما حضرتك الناس فينا في اراء بتقول لك هات، في اراء السودان دلوقتي طلعت انها بتؤكد على ملكيه الارض بتاعت بني شنقول، لان حضرتك ديت ارض سودانيه ايام المملكه مصر السودان، وتم حضرتك المعاهده 1902 على ان هذه الارض بتتعطى لاثيوبيا مقابل انه حضرتك لن يتم بناء اي سدود عليها تعوق جريان النيل. فحضرتك ده معاهده رسميه موجوده، حضرتك اثيوبيا بتحاول تنقضها لان هي ما تنقضتش خالص لغايه دلوقتي لان ما تمش الملء الثاني. فحضرتك لغايه الان اذا تم الملء الثاني للسد من حق السودان انها تطالب بالاستيلاء على هذه الارض. ومن قدره وبنقول لابي احمد ان ما تستهترش بالسودان، اي شعب عربي يقدر هيقدر ياخد ارضه تاني ويقدر يسترجع حقوقه بما عليها. فحضرتك انت مش باين انك عايز صلح خالص، لان الكلام ده قالوه ان حضرتك حتى رئيس الكونغو وهو رئيس الاتحاد الافريقي وكان هنا في مصر قبلها، حضرتك صحح ان هو حاول مع اثيوبيا انه قال لهم ممكن يمدهم بالكهرباء من عنده من السد الجديد اللي بيتبني، حضرتك ممكن يحل لهم اي مشكله. هم اصاهوا حضرتك على عدم التفاوض برضو على كده، فقال لك فابرز انه المشكله عندهم في اثيوبيا وبس. فالحلول كلها مطروحه حاليا ان حضرتك لن يتم الملء زي بالظبط كده الرئيس اما قال الخط الاحمر في ليبيا، حد جه ناحيه الخط الاحمر في ليبيا برضه الخط الاحمر في اثيوبيا انه ملء لن يتم الملء الا حضرتك بعد وجود اتفاق. فاحنا عارفين رئيسنا وعارفين لما بيقول كلمه بتتنفس. الحقيقه دكتور النهارده كمان شفنا خبر خاص بالسودان واثيوبيا، السودان بتقول اصرار اثيوبيا على ملء سد النهضه بيهدد حياه 20 مليون مواطن. النهارده وزير الري والموارد المائيه السوداني البروفيسور ياسر عباس واعضاء وفد التفاوض استقبلوا النهارده في الخرطوم اعضاء وفد الخبراء الكونغولي الذي يمثل رئيس جمهوريه، طبعا اللي بيمثل رئيس جمهوريه الكونغو الديمقراطيه وهو رئيس الدوره الحاليه للاتحاد الافريقي. والتصريح ده نتج عن اللقاء اللي تم. واضح يا دكتور ان لسه اثيوبيا عندها تعنت تجاه هو حضرتك الكونغو. انا قلت لحضرتك لسه رئيس الكونغو الحقيقه من الناس السياسيين المعتدلين اللي كان هنا جه بنفسه وقابل السيد الرئيس هنا واستمع للمشكله وسافر حضرتك السودان واستمع وشاف المشكله نفسه. وفي اثيوبيا حضرتك هو توصل الى انه اثيوبيا هي متعنته في ذلك، بيحاول انه برضه ايه يحل عن طريق الاتحاد الافريقي، انما الاتحاد الافريقي نفسه قال ان اثيوبيا متعنته في الحل. فاحنا بنقول لاثيوبيا انه مش هينفع هذا الكلام، العالم كله عارف انك متعنته في ذلك. صحيح. وان شاء الله بنقول انه هيتم الحل رغما عن انفها، لانه هي مش هينفع الا لازم هيتم الحل. فالحل ان شاء الله هيتم قبل الملء الثاني، لانه مش هيتم الملء الثاني خالص. عندنا كل بلاد العالم كلها عارفه قدرات الجيش المصري، عارفه قدرات الجيش السوداني. صحيح. حضرتك لو تعرفي بس انه حضرتك السد على بعد 15 كيلو او 20 كيلو من السودان من حدود السودان، انه المدفعيه العاديه حتى ممكن تهده، يعني مش عايز حاجه خطيره انها تهده يعني. فحضرتك تاني حاجه هو على ارض سودانيه. فاحنا بنتكلم في ايه؟ يعني حضرتك ما حدش يقدر يقول انه حضرتك السودان نبيدها، انه حضرتك لو تم ملء السد في المكان ده وهو سد خرساني مش سد حضرتك هو كامي، مش معموله هدم زي السد العالي كده، لا ممكن حضرتك يتهد. فممكن حضرتك مجاهد انه حضرتك ايه زلزال او اي حاجه في الحته دي، خاصه انه هو على طبقات جيولوجيه مش مستقره ممكن ينهدم، فيهدد حياه حضرتك 20 مليون 30 مليون سوداني غير المصريين. صحيح. ويهدد السد العالي، فما ينفعش. فحضرتك احنا بنقول لاثيوبيا انهم لا يحلوا مشاكلهم مع بعض، لما يستغلوش حضرتك مشكله تجاريه وانهم هم عايزين يغطوا على المشاكل بتاعتهم وعلى الاجهام اللي بيحصل في تجاريه وتصفيه الشعوب شعب تجاريه،
انه حضرتك انه عايز يستغل ايه مشكله سد النهضه للتغطيه على ذلك، فمش هينول ذلك. فربنا يسهل ان شاء الله، واحنا بنقول ان احنا نطمن خالص الموضوع ده، لانه الرئيس السيسي اما حضرتك رئيس بيبني البلد بهذه حضرتك المشاريع اللي احنا شايفينها كلها الداخليه دي، تاكدي انه حضرتك الخطوط الخارجيه بالنسبه له بيبقى مطمن ليها يا حضرتك. صحيح. ده في كل الامم. صحيح. ان حضرتك اول حاجه بتشوفيها الجيش بتاعك بتبنيه، تاني حاجه بتبتدي حضرتك في التنميه الداخليه. ان احنا خلاص بنينا جيشنا، عندنا سلاحنا، عندنا قدراتنا، حضرتك عندنا ايه موارنا، حضرتك بنبتدي بقى ايه حضرتك بنعمر بلادنا وبنبني ال100 سنه قدام. صحيح. فاحنا مش هنبني ال100 سنه قدام ويبقى وهنا مثلا ايه انه النيل معاهد لحاجه، لا، مشكله النيل ان شاء الله قادرين على حلها في اي وقت في وجود رئيس السيسي. فاحنا مطمنين من غير ما نعرف، من غير ما نتكلم، احنا مطمنين 100% انه حضرتك الاجنده بتاعه الرئيس اللي هيفتحها كده هيلاقي مشكله سد النهضه الحل بتاعها موجود في اي مرحله بقى، في اي مرحله هتتحل ان شاء الله. الحقيقه يا جماعه من الاخبار الايجابيه والناس اللي بتحافظ على بلدها وهمها بلدها رقم واحد، في خبر النهارده الحقيقه انا مستغرباه له، وهو النهارده ضبط مصنع لانتاج كمامات مخالفه للمواصفات الطبيه في المنوفيه. الخبر بيقول، طبعا انا هقرا تفاصيل الخبر ده بالذات وهقف فيه شويه مع الدكتور محمد، بيقول ان النهارده مديريه الشؤون الصحيه بالمنوفيه برئاسه الدكتور محمود جوده وبتوجيهات من الدكتور ناصر ابو الحسن ودكتور هاني عبد العال مدير التفتيش الصيدلي ومفتشي الصيدله بالمديريه بالتعاون مع المباحث، النهارده ضبط مالك مصنع مكون من طابقين في المنطقة الصناعية بمدينة أويسنا بالمنوفية لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص وإنتاج الكمامات أهي المخالفة وغير صحية. دكتور أنا عايز أسأل حضرتك الأول، يعني إيه كمامة غير مطابقة للمواصفات الطبية، ويعني إيه وإحنا في جائحة بشوف ناس بيستغلوا الجائحة لصالح؟ هو حضرتك غير مطابقة إن هي حضرتك المفروض بتتعمل بمسام معينة من نوعيات معينة من حضرتك المادة نفسها، الماتيريال معينة معقمة بطريقة معينة بتتخيط حضرتك وبتبقى معدة ومغلفة بحيث إن هي ما تبقاش محملة بميكروب أساسا. لأن حضرتك لو عارفة إنه مجهد إنك أنت في مصنع غير مجهز أو مش مطابق للمواصفات، العمال نفسهم ممكن يكون عامل مثلا مصاب بحاجه بضان مثلا، فحضرتك يؤدي الى انه كل اللاين اللي طالع يبقى حضرتك يصيب الانسان بمشاكل صحيه. طبعا. فحضرتك ما ينفعش، فحضرتك كل المصانع الادوات الطبيه عامه او حضرتك الحاجات الخاصه بالصحه لازم بتبقى طبقا لشروط ومواصفات معينه، والبرسونال نفسهم العماله اللي موجوده بتبقى حضرتك معاها تراخيص معينه، ما بتتعملش كده مش اي حاجه. هو دكتور حقيقة ده جوه المصنع ده اللي هو اصلا مش واخد ترخيص لقوا 1.5 مليون كمامه واتنين مليون كمامه تحت التصنيع، يعني عدد مهول من الكمامات اللي هي كانت تقدر تكفي مثلا منطقه كامله، ولا قدر الله المشكله كلها انه ده بيبقى جهل. ده اول حاجه، ولو اتعمل بسوء نيه كمان تبقى مشكلته اكتر. فاحنا طبعا بنشيد بدور الاجهزه الرقابيه. صحيح. اللي هي حضرتك بتتمكن من ضبط هذه الحاجات، بنطمن انه حضرتك عندنا ضبط عندنا كمان اجهزه رقابيه حضرتك على قدر المسؤوليه، متفهمه للمرحله، وما يبقاش حضرتك احنا في اتجاه وهيس بيجيب لنا التحصين وبيجيب. صحيح. لنا حضرتك اللقاح. وبنشوف حضرتك المجهودات والمستشفيات والعزل والكلام ده كله، وفي الاخر نأذي بعض بحضرتك بكمامات غير مطابقة للمواصفات، غير ممكن طفل يستعملها بغير تصيبه، ممكن يحصل مشكلة، العمالة نفسها تبقى مشكلة، التغليف نفسه يبقى مشكلة. فلازم الحاجات دي تبقى حضرتك تحت رقابة الدولة وبتتم حضرتك. وفي حضرتك يعني بنقول للناس انه القوات المسلحة الحقيقة عاملة منافذ لبيع الكمامات وبيع حضرتك المنظفات وبيع الحاجات، وبتمد بيها السوق بكميات كبيرة. يعني اذا كان في مكان في شك
ما نشتريش منه ونروح للأماكن الموثوق فيها، خاصة أن أسعار القوات المسلحة أرخص من الأسعار التانية، يعني بيبيعوها بسعر رمزي. دكتور، كنت عايزاك توجه كلمة للي بيستغل الجائحة دي وتلاعب مثلا بأسعار الكمامات، حضرتك تقدر تقول له إيه؟ بالنسبة لأسعار الكمامات والحاجات دي، لا، لازم نلتزم بالقوانين الموجودة، علشان حضرتك الظروف الناس صعبة، حضرتك دي حاجة جائحة وانت مش ضامن نفسك، يعني انت مش ضامن صحيح. ان انت نفسك ما تصابش بالكمامة اللي انت عاملها دي، ممكن تلبسها برضو ممكن تصاب منها بحاجة لانها صحيح. مش مجهزة مظبوط، مش طبقا للمواصفات صحيح. فبنقول ان احنا يعني ايه الحاجات دي لابد ان فيها نراعي ضمانة ونراعي مصلحة الوطن فيها، ما 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 مش المكسب السريع هو اللي يقودنا فيها. صحيح. خلينا نشوف مع بعض كده ومع حضرتك اول فيديو النهارده للاجتماع مع رئيس الوزراء، خلينا نشوف الفيديو ده ونرجع نبدا حلقتنا مع حضرتك. سنه ورا سنه ورا سنه سيبنا المشكله تكبر وتتعقد، ما احنا سنين طويله عايشين على 7% بس من مساحه مصر. الكلام كتير عن الاسباب اللي وصلتنا لكده، بس الأهم والأفيد من الكلام إننا نشتغل، نشتغل بجد، نشتغل ليل نهار. النهاردة المصريين بيبنوا في كل شبر على أرض مصر وبيعملوا شغل ما تعملش في مصر من أكتر من 150 سنة، أنفاق وطرق وكباري، وبيبنوا مدن جديدة في نفس الوقت، عاصمة جديدة في الشرق تليق بمصر ومكانتها. كل شبر فيها متخطط صح، والعلمين الجديدة في الساحل الشمالي أيقونة من كل مدن البحر المتوسط، متخططة علشان المصريين يعيشوا فيها صيف وشتاء، ومدينة الجلالة تحفة معمارية اتعمل لها طريق مخصوص اتشق في قلب الجبل، وفي ساعة زمن تلاقي نفسك وسط طبيعة ساحرة ومدينة حية طول السنة. المنصورة الجديدة هتغير شكل الحياة في الدلتا، وهتبقى منفذ لكل أهالي الدلتا على البحر المتوسط، ومدينة رشيد الجديدة، ومدينة بورسعيد الجديدة، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة، ومدينة قنا الجديدة، ومدينة توشكا الجديدة. المدن دي وعشرات غيرها اللي بتبني في كل محافظات مصر، مش بس هدفها القضاء على الزحمة وتوفير حياة بجودة أعلى، دي هدفها كمان إن من العائد بتاعها نطور القرى ونحدث بنيتها التحتية، ومن العائد منها كمان بنقضي على عشوائيات وبنبني ملايين الوحدات السكنية علشان ملايين الأسر تعيش حياة كريمة. ده غير مشروعات الإسكان الاجتماعي، سكن مصر ودار مصر وغيرها اللي بتبني في كل محافظات مصر علشان تستوعب الزيادة السكانية. مفيش حد بره المنظومة، مفيش حد مش معمول حسابه. كل ده اتبنى في زمن قياسي، وشكل الحياة في مصر بدأ يتغير، وكل المصريين هيعيشوا الحياة بجودة عالية. اللي شايفه حلم أو خيال، أوصف الجمال ده أقول في إيه، اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عاملة إيه. ده اللي شايفه لحد ما كل شبر في مصر ينور، لأن مصر حقيقة كبيرة.
رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل بعد ما شفنا الفيديو الخاص باجتماعات السيد الرئيس النهاردة مع السيد رئيس الوزراء ومع الدكتور عاصم الجزار وباقي مختلف الوزارات لمتابعة أعمال التطوير اللي موجود طبعا في القرى ومتابعة جميع المشروعات اللي موجودة في كافة محافظات مصر. العمل يجري على قدم وساق، صحيح يا دكتور؟ هو الحقيقة جهد عظيم من الهيس عبارة عن اجتماع عبارة عن خريطة الطريق لمصر. حضرتك تم مناقشة فيه جميع المشروعات اللي موجودة، صحيح. حضرتك رئيس ملم بكل مشروع على مستوى القطر المصري من الشمال للجنوب، من الشرق للغرب. حضرتك مسكنا حضرتك المدن الجديدة معدلات الإنجاز فيها، أكد الرئيس على مساعدة العمالة الغير منتظمة، أكد على توظيف العمالة في المشاريع الجديدة، أكد على حضرتك الإسراع في معدلات التنفيذ. ليه؟ علشان توظيف عمالة أكتر، عشان حضرتك العمالة تلاقي شغل، عشان حضرتك مش كل واحد يقولك مثلا قدامي لسه من في المقاولات قدامي لسه مثلا سنتين أهيح شوية، لا حضرتك لازم توظف عمالة عشان إيه؟ عشان تنفذ في وقتك، صحيح. علشان هو أساسا المشاريع دي كلها الرئيس عمل بيها حل غير مسبوق لمشكلة كورونا، حضرتك لانهيار الاقتصاد العالمي، فالبلد الوحيدة اللي فيها تنمية هي مصر. حضرتك كمية المشروعات اللي احنا والتوظيف بتاع العمالة اللي شفناه أدى إلى إيه؟ أدى إلى وجود سيولة موجودة في السوق، إن حضرتك أجور بتدفع، حضرتك المصانع بتشتغل. لو المصانع حضرتك حتى رئيس قال لك لو أنا سكت خالص مصانع حضرتك الحاجات الكهرباء حضرتك الكابلات والكلام ده كله، كنت جيت النهارده ما لقيتش المصانع دي، المصانع صحيح. دي كانت ايه انتهت. حضرتك الحديد حضرتك الاسمنت الحاجات دي كلها مصانع وحضرتك حاجات مدفوع فيها ملايين مليارات، فلابد الطاقه الكهربائيه الغاز حضرتك بعمل كهرباء حضرتك بمد بيه كهرباء وعندنا غاز لازم يستغل، الكلام ده كله حضرتك مصر رئيس مناقش حضرتك كل الحاجات دي. حضرتك احنا في 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 وقت كل حاجة فيه لازم تبقى مدهوسة. حضرتك احنا شفنا رئيس ومصر سبقت كل الدول انها عملت عندنا حضرتك المنظمة اللي هي الأوبك بتاع الغاز، صحيح. حضرتك المنتدى الشرق المتوسط موجود في مصر. ليه؟ لان احنا سبقنا العالم كله بفكرنا في وقت حضرتك بنينا مصنعين لإسالة الغاز المسال. المصانع دي بتاخد سنين، بياخد المصنع على الأقل حضرتك 10 سنين عشان يتعمل، وحضرتك بتكاليف مليارات المليارات ما تقدرش دلوقتي أي بلد تعمله حضرتك، ما ينفعش، بياخد وقت كتير وبياخد تكاليف رهيبة. مصر سباقة، عملت حضرتك عدة هذه العدة، حضرتك موجودة. حضرتك مصر عاملة الخطوط بتاعت سوميت بتاعت شركة حضرتك بتاع اللي هاي حسيدي كرير ده، حضرتك في ناس بتقولك مش عارف ايه مين المنافس وخط تاني وافلام كده، احنا عايزين نعرف ان الخطوط ديت حضرتك البلاد العربية عاملاها، وحضرتك الهباع العربي مصر والسعودية والامارات حضرتك مساهمين في خط سيدي كرير دوت. حضرتك خط سيدي كرير ده هي ايه فايدته؟ الناس مش فاهمة يعني ايه قناة السويس والبترول. نقلات البترول الصغيرة هتعدي قناة السويس عادي، لان حضرتك مش اقتصادي انها تفضي وترجع تعدي تاني في البحر المتوسط عشان تعدي الاوروبا، صحيح. ده مش اقتصادي. مين اللي بنتكلم على انهي نقلات؟ بنتكلم عن النقلات العملاقه اللي حضرتك بعد التوسعه في قناه السويس، وده قليلين جدا، نسبتها قليله جدا، ما تقدرش تعدي قناه السويس. طيب دي حضرتك احنا مجهزين لها خط حضرتك خطوط موجوده، خطين بيتملوا حضرتك الناقله كلها بتفضي في وقت واحد. حضرتك الخطوط التانية المنافسة لينا ما تقدرش الناقلة تفضي في وقت واحد، فمش ممكن هتروح تفضي حضرتك على مهرتين وتتنقل، ما ينفعش. فحضرتك الناقلة العملاقة دي بتفضي وبتعبي من سيدي كرير في نفس الوقت، فحضرتك هي مجهزة. فمصر سبقت العالم كله في قيادة رئيس السيسي بالمخطط دوت حضرتك. فاحنا الغاز الشرق المتوسط هي مصر، هي حضرتك العمود بتاعه، هي الاساس، السوق بتاعه هي اللي موجوده. حضرتك اي بلد عايزه تصدر غاز لازم هتيجي تخبط على باب مصر ولازم هتجيب لها الغاز عشان يتسال وعشان ايه ويعمل.
في مصر حضرتك ابتدينا حضرتك رئيس بيدعم حضرتك استغلال الغاز المحلي عشان يقلل الاصطياد بالبترول. احنا بنقول السنه الجايه ان شاء الله سنه 22 23 مش مفيش اصطياد خالص لمشتقات البترول. دي كلها انجازات عظيمه. الانجاز منهم لوحده كفايه يكتب في التاريخ لرئيس السيسي. صحيح. مش الانجازات كلها. فما نقول بقى في ظل هذه الانجازات ان حضرتك مصر بتسبق العالم كله وبتعمل منتدى شرق المتوسط للغاز عندنا حضرتك الاجتماع عندنا حضرتك برضه عملنا المنتدى بتاع المخابرات حضرتك اجهزه مخابرات وهنسمع. صحيح. دلوقتي برضه حضرتك عن قاره افريقيا القضاء الجهات القضائيه بتاعتها ورئيس القى قدامهم خطاب. مصر حضرتك بتقود قاره افريقيا كنت المنطقه العربيه. مش سهل جدا ان احنا نيجي بقى نتكلم على سد نهضه ومش سد نهضه معمول حساب كل حاجه كل خطوه. احنا شايفين كميه الانجازات وحضرتك ما فيش حاجه متسابه. حضرتك بنشوف في ظل ده كله مشروع حضرتك حياه كريمه ماسك كل قاية. يعني رئيس مش سايب ولا مدينه ولا قايه. حضرتك تنميه مزدوجه انه حضرتك في ظل حضرتك الحاجات المشاريع العملاقه دي كلها ما نسيش القايه. لا بياخد حضرتك برضه من مكتسبات التنميه ديت في المدن الجديده وحضرتك بينفقها على القاعة عشان مشاريع حياه كريمه مع مشاريع حضرتك تنميه ال 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 القاعه ال 1500 في ال 1500 في ال 1500. فاحنا ان شاء الله على اخر الفتره ديت يعني مصر 2030 ان شاء الله هتبقى حاجه ثانيه خالص. نحلم ان شاء الله نشوفها ونحلم ان شاء الله السنه الجايه ولا اللي بعدها تنتهي حضرتك مشكله سد النهضه ومشكله كورونا ونبتدي بها حضرتك نستفيد نلاقي الخير كله ابتدى يجي فعلا للبلد ومصر يبقى هي فعلا بلد الخير. هنشوف الكلام ده ان شاء الله في ظل قياده الرئيس باذن الله. طيب خلونا نروح مع بعض كده ونشوف فيديو استقبال وخطاب السيد الرئيس امام الهيئات القضائيه الافريقيه ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم ونعرف أهمية الخطاب ده وأهمية ما يحدث في مصر. خلينا نروح نشوف ونرجع نكمل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة القضاء الأجلاء أصحاب السعادة السيدات والسادة، يسعدني أن أتوجه بالتحية إليكم اليوم بصفتكم خيرة العقول القانونية لقارة إفريقيا في الوقت الذي يجري فيه الإعداد لاستقبالكم من جديد بالقاهرة قريبا. هو التقليد الذي أرسيناه على مدار السنوات الخمسة الماضية لجمع شمل الهيئات القضائية العليا في إفريقيا تحت مظلة واحدة في القاهرة، ويأتي اجتماعكم اليوم في ظل ظروف غير عادية عمت دول العالم. فأفريقيا مثل باقي دول العالم تواجه العديد من الصعوبات في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا. من هنا فإن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية في كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانوني ودستوري إلى جانب التحديات التقليدية الأخرى وعلى رأسها التعاون من أجل مكافحة الإرهاب، حيث أنه يعوق مسيرة التنمية والاستقرار وبالتالي يستدعي مساهماتكم من خلال آليات القانون الدستوري للقضاء على هذا الخطر الداهم بكل الطرق الممكنة وبصفة خاصة في إطار سعينا لجعل إفريقيا قارة عظيمة ومتناغمة وموحدة. وليس لدينا أي شك في أننا نأمل جميعا أن تسفر تلك الجهود عن فوائد جمة لكافة الشعوب الإفريقية وللأجيال القادمة من الشباب والشابات في قارتنا العريقة. وتتمثل أهم التحديات الناشئة عن جائحة كورونا في التوجه المتسارع وغير المسبوق نحو التحول الرقمي في مجتمعاتنا وعملية إصلاح وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية وعملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يتطلب التعامل مع تلك المتغيرات تأملاً وتفكيراً عميقاً، وذلك
لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية العصرية القادرة على التعامل مع التحديات الناجمة عنها، بما فيها تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمي للأفراد والكيانات الخاصة، وهو ما يشمل ضبط الإطار القانوني المنظم للتعامل مع موضوعات عديدة من أهمها الأمن المعلوماتي والحوكمة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي ومحتواها الذي يؤثر بصورة كبيرة على الداخل والخارج، والأطر القانونية المنوط بها تنظيم عمل المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأطر القانونية المعنية بتنظيم التعامل مع قواعد البيانات الضخمة والمعلومات الشخصية لمواطنينا. ولقد قامت مصر في السنوات القليلة الماضية باتخاذ خطوات فاعلة نحو توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وهو ما انعكس إيجاباً على جودة هذه الخدمات في مجالات متعددة وتشجيع القطاع الخاص على ذلك التحول أيضاً. وهي الخطوات التي برزت أهميتها في ظل تداعيات جائحة كورونا، وهو ما يحتم وجود قواعد دستورية وقانونية راسخة وواضحة تساهم في عملية تنظيم القواعد والإجراءات المتبعة لمواجهة التحديات التي تفرضها تلك الظروف الاستثنائية. كما تمثل عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحدياً كبيراً أيضاً لدول القارة الإفريقية، والتي سيكون عليها مواجهة هذا التحول الذي سينعكس عاجلاً على النظام التجاري الدولي بصورة من شأنها التأثير سلباً على تلك الدول التي لا تتخذ إجراءات عملية لتحقيق هذا التحول وما يترتب على ذلك من آثار قانونية. السيدات والسادة، إن دساتير بلادنا هي وثائق قانونية حية ترشد وتوجه جميع الجهود التشريعية والقانونية والأنشطة الاقتصادية والسياسية في التعامل مع مختلف التحديات السالفة الذكر، كما أنها يجب أن تخضع دوماً للمراجعة والتحديث لتقدم أفضل توجيه وإرشاد ممكن لشعوبنا ومجتمعاتنا من خلال تعاملها مع عالم تتطور ملامحه في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية سريعة التغير. وعليه فإنني أدعوكم اليوم كخيرة العقول القانونية الإفريقية إلى التباحث حول تلك التحديات عند تشريفكم مصر خلال شهر يونيو القادم، وإلى التشاور مع الخبراء الدوليين وكافة الجهات الدولية المعنية ذات الاختصاص الفني في تلك الموضوعات، والعمل بصورة جماعية نحو وضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة للتعامل مع تلك التحديات، بما يدعم رؤيتنا المشتركة نحو بناء مستقبل موحد ومتناغم وزاهر لإفريقيا. كما أدعوكم في هذا السياق أيضاً إلى الاستفادة من المنصة الرقمية القضائية الإفريقية والتي تم إطلاقها في القاهرة وفقاً لما اتفقتم عليه في اجتماعاتكم السابقة في التواصل والتباحث حول تلك الموضوعات المهمة، بما يأتي بالنفع والخير على إفريقيا ومستقبل شعوبها. وأود أن أعرف في نهاية حديثي عن تمنياتي بنجاح اجتماعكم التحضيري اليوم وتطلعي لرؤيتكم جميعاً عند تشريفكم مصر لحضور اجتماعكم الخامس رفيع المستوى قريباً إن شاء الله. أشكركم على حسن الاستماع.
رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، والحقيقة الرئيس السيسي اتكلم عن الحوكمة القانونية واتكلم عن الأطر القانونية اللي بتنظم عمل المنصات الإلكترونية. دكتور، يعني خطاب بيوضح أهمية إن الدولة إزاي تقف وتحط قوانين خصوصا للمنصات الإلكترونية. عايز أعرف تعليق حضرتك على الخطاب ده إيه؟ هو خطاب هايس الحقيقة، تناول مشاكل دستورية كتيرة جدا تنم عن أو تظهر فهم عميق لمشاكل القارة السمراء ومشاكل البلاد الأفريقية كلها. وحضرتك إنه حضرتك مصر هي المكان، الاجتماع الخامس لحضرتك القيادات الدستورية بتاع أفريقيا كلها بتجتمع في مصر، وده اجتماع تحضيري ليهم إن شاء الله عن قريب إن شاء الله هيجتمعوا. فرئيس بيوجه إن هو عايزين تعديلات دستورية لضبط الإطار القانوني، أمن المعلومات، وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها بتستغل من الخارج لتوجيه حضرتك بعض الجهات في البلاد الأفريقية، خاصة احنا بلاد نامية، فحضرتك بيسعى بعض الدول إلى حدوث قلاقل فيها، فلازم يبقى وسائل التواصل الاجتماعي دي تحت قوانين معينة. طبعا. مش متسابة كده. تنظيم عمل المنصات الإلكترونية، عدم استغلال المعلومات الخاصة بالمواطنين، لأن حضرتك بتستغل المعلومات الخاصة بالمواطنين، تحويل أو حضرتك مساندة التحول الرقمي للخدمات الحكومية. كل الإنجازات دي تمت في مصر، وحضرتك رئيس بينادي أنه برضو تعمم في البلد الأفريقية علشان مواجهة حضرتك التسهيل على التعامل في خلال أزمة كورونا وما بعد كورونا. حضرتك التحول نحو الاقتصاد الأخضر صديق البيئة في كل حضرتك المجالات بتاع الاقتصادية، ده بيمثل عبء كبير على البلاد النامية، فلابد أنه نبتدي فيه عشان بعد كده هيبقى حاصل أنه هيبقى مشكلة كبيرة بتواجهنا. فالحقيقة خطاب متميز من الرئيس، بيبين للمصريين كمية التعديلات الدستورية اللي حصلت عندنا لمواجبة العصر، بحيث ان احنا السباقين دايما، وبالنادي بقية الدول الأفريقية للحق بينا في هذا الهرب. بنشكر طبعا الجهات الرقابية عندنا، الجهات الدستورية عندنا، على اعداد اللي احنا الاعدادات التعديلات ديت، وان احنا نشوف ان شاء الله نتيجة ليها قريبا في مختلف القوانين. دكتور، خلينا نروح نشوف السيد الرئيس وهو بيستقبل النهاردة او بيستقبل قائد القيادات المركزية الامريكية، ونرجع نعلق على اللقاء اللي تم ده. خلينا نروح نشوف مع حضراتكم ونرجع نكمل كلام. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارته إلى مصر، مؤكدا سيادته خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم في جميع المجالات، خاصة على الصعيد العسكري القائم والممتد بين البلدين على مدار العقود الماضية، وذلك على نحو يعزز من التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة. من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الحرص على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة، وذلك في إطار متانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد جوهرية لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، أخذاً في الاعتبار الدور المصري المحوري والرئيسي لدعم السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي، خاصة الجهود المصرية الفعالة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب،
وكذلك برامج التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، كما تم استعراض وجهات النظر والرؤى بشأن آخر التطورات بالنسبة لعدد من القضايا على المستوى الإقليمي، خاصة في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وشرق المتوسط. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية. الاجتماع تناول متابعة محاور تطوير منظومة القطن المصري من زراعة وإنتاج وصناعة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتشكى. وقد تم في هذا الإطار استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية تشكى بما فيها المساحات المنزرعة والمستهدف استصلاحها بالمنطقة، فضلاً عن توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات والأعمال الصناعية الجاري تنفيذها من قبل جهات الاختصاص الحكومية، وكذلك سير العمل الخاص بتطوير الطرق والمحاور المؤدية لمنطقة جنوب الوادي. وقد وجه السيد الرئيس باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضي في تشكى والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بتشكى. شفنا مع حضراتكم الفيديو اللي فات وشفنا أن الرئيس بيستغل جميع موارد الدولة الاستغلال الأمثل، وكمان بيحيي وبيركز على الصناعات اللي هي كانت اختفت أو اندثرت زي ما بيقولوا. شفناه بيتكلم عن القطن المصري اللي كان رقم واحد عالميا، وبيتكلم طبعا وشفنا فكرته عن إنشاء مدينة للذهب في مصر، والشركات والتصاريح اللي خدتها الشركات للتنقيب عن الذهب في مصر، كل ده إحياء للموارد المصرية اللي ما كانتش مستغلة خلال العصور أو حكم الرؤساء السابقين. الرئيس السيسي بيستغل جميع موارد الدولة لصالح أولاد بلده. دكتور، عايزة تعليق من حضرتك على الفيديو اللي احنا شفناه. أول حاجة شفنا الحقيقة القائد القيادة المركزية الأمريكية وسفيرة الولايات المتحدة بتجتمع مع السيد الرئيس حضرتك بالنسبة لأهمية مصر كشريك استراتيجي في المنطقة العربية. مش هينفع يتخطى في أي اتفاقية أو في أي حضرتك مجال أو في أي خطة للشرق الأوسط، لابد أن يأتي القادم إلى باب المنطقة العربية، باب شمال أفريقيا هو مصر. تاني حاجة شفنا حضرتك تعدد مصادر السلاح وأهميتها، إن احنا حضرتك رئيس حاطط مخطط بالنسبة لتعدد مصادر السلاح، فما فيش احنا حضرتك عندنا مختلف أنواع الأسلحة، عندنا الطائرات الميج الروسية، عندنا حضرتك السخوي، عندنا حضرتك الهافال، عندنا التايفون، عندنا مختلف حضرتك، عندنا الاف 16، عندنا حضرتك مختلف في القطع البحرية من ألمانيا، عندنا الغواصات الألمانية، فعندنا مختلف حضرتك التسليح، عندنا مختلف حضرتك تعدد مصادر السلاح. ده في عهد الرئيس السيسي شفناها، ان احنا مش مراهنين على اي بلد، احنا البلاد اللي بتيجي لنا علشان نعقد معاها اتفاقيات، لان حضرتك اما قطعة السلاح بتتحط في ايد الجندي المصري بيبان قيمتها، وده شفناه حضرتك عن قيمة السلاح الروسي. حضرتك ما تعرفش قيمة السلاح الروسي الا بعد 73، فحضرتك برضه في اي وقت قيمة السلاح مصر هي اللي بتحط لها أهمية، لأن الجندي المصري خير أجناد الأرض، أما بيمسك قطعة السلاح، أما بيمسك الطيارة حضرتك بتختلف خالص إمكانياتها، الناس بتشوفها بمنظور جديد. أمريكا كانت أعلنت امبارح أو النهاردة إنه مصر هي البلد الرقم الثالثة بعد حضرتك أمريكا وبعد حضرتك الصين في التدريع الجنود. حضرتك عندنا سلاح المدرعات حضرتك هو رقم ثلاثة، عندنا حضرتك
الوزارة الدفاع ورئيس بيحافظ على الجنود، فعندنا حضرتك عدد الألوية المضاهعة أعلى من غيرها بالنسبة لعدد الجيش بتاعنا. تمام. حضرتك وزير الدفاع كان في معرض إيدكس بالإمارات، حضرتك زار المعرض هناك، كان فيه جناح مصري، كان فيه حضرتك مختلف الأسلحة من إنتاج المصانع الحربية اللي إحنا كلنا بنفتخر بيها، وكان فيه حضرتك خاصة أجهزة الرؤية الليلية دي كلها إنتاج مصري. حضرتك إحنا بنزود الجنود بتاعتنا في مختلف الذخيرة، حضرتك فيه حضرتك عندنا الدبابات، عندنا حضرتك إنتاج قطع من الأسلحة، عندنا حضرتك في قطع بحرية بتنتج في مصر حاليا، وشفنا حضرتك الفرقات الشبحيه اللي كانت منتجه في مصر. احنا مصر في الوقت دوت حضرتك كلنا بنفتخر بيها في مختلف المجالات. فبقول لحضرتك اما احنا بنشوف رئيس في المجال المدني انه حضرتك القوات المسلحه وجهاز الخدمه الوطنيه الانجازات بتاعته دي كلها، فما بالك بها باهم حاجه في مصر، مصر خير واجناد الارض. فاحنا الجيش بتاعنا ما شاء الله ربنا يحفظه، كلنا خلف جيشنا خلف شرطتنا بنقول لاي حد بيحاول يعمل فتن مش هتفلح، لان احنا عندنا ثقه عظيمه. الشعب المصري يحب متيم بجيشه، متيم بجنوده، متيم بشرطته، فلن يفلح اي وضع في خلال هذه الثقه، خاصه في وجود رئيس محبوب زي رئيس السيسي. رئيس السيسي محبوب في داخل الجيش وداخل الوطن، فالشعب والجيش مجتمعين على حب هذا الرئيس، شايفين الانجازات اللي بتحصل الذي لا ينكرها بني ادم مبصر. شفنا جهاز الخدمه الوطنيه كمان توجيهات الرئيس انه حضرتك على تشكى، الرئيس ركز على تشكى، على حضرتك زراعه كميات اراضي نصف مليون فدان في تشكى، حضرتك على المحاصيل اللي بتجود في تشكى حضرتك، وتوفير الميه ليها. فبنقول للناس اللي بيعبسوا يعني اللي يفكر كويس في الكلام، احنا بنزرع ونعمر في تشكى، فيعني اللي عايز يفهم بها الكلام يفهمه. فاحنا عندنا التوجهات اهيت ان احنا بنزرع جديد في تشكى، نطمن كويس، عارفين رئيسنا وعارفين رئيسنا اما بيقول حاجه بتحصل، ما نقلقش خالص، ده احنا عندنا ان شاء الله خير كتير، وعندنا المية بتاعتنا بتزيد ما بتقلش ان شاء الله. دكتور خلينا نتابع برضو، خلال الاسبوع ده كان نشاط كثيف برضو فيما يخص مجال الصحة، خلينا نشوف مع بعض ومع حضرتك الفيديو ده ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وهنتكلم عن خبر مهم جدا، وهو ان مصر الحقيقة طبعا خلال الاسبوع ده تلقت ما يعادل 300,000 جرعة، ولكن الاسبوع الجاي ان شاء الله مصر هتستقبل 8.6 مليون جرعة من اللقاح، هتصل القاهرة الاسبوع الجاي. تفاصيل الخبر بتقول ان الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاداره المركزيه للشؤون الوقائيه بوزاره الصحه قال طبعا الاول ان الوزاره خصصت رقم 1440 لاستقبال الرسائل النصيه بالمجان لمتابعه مرضى العزل المنزلي في كورونا، واوضح ان وزاره الصحه بتتابع مصابي كورونا من المنزل عبر التليفون، وده بياتي استكمالا لجهود الوزاره في مكافحه فيروس كورونا. وقال ان وزاره الصحه والدوله المصريه تعاقدت على 100 مليون جرعه من لقاح فيروس كورونا، مؤكدا ان الدوله المصرية ستستقبل 8.6 مليون جرعة من لقاح خلال الأسبوع القادم. هنروح مع بعض نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم ونعلق مع دكتور محمد على أهمية الخبر ده بالنسبة للمصريين. خلينا نروح نشوف ونرجع نكمل كلام. الأمل كلمة السر.
الصحة هي العنوان. بناء الإنسان كان وهيفضل دايماً حجر الزاوية ومحور الارتكاز لإنجاز مشروع مصر الحضاري. البشر احتياطي مصر الغالي من الذهب. الناس هي الكنز اللي لازم نصونه ونحافظ عليه، وصحتهم هتفضل تاج على رأس الأولويات التنموية. عشان بيهم بنفتح لمصر أبواب الأمل. البداية كانت بالدفعة القوية مع انطلاق المبادرات الرئاسية واللي بتهدف للحفاظ على صحة المواطنين، وقدرت وزارة الصحة إنها تنفذ العديد من المبادرات، ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، واللي فحصت 70 مليون مواطن وعالجت أكثر من 2 مليون مواطن. مبادرة علاج مليون أفريقي من فيروس سي. مبادرة القضاء على قوائم انتظار جراحات الحالات الحرجة، واللي جددت الأمل لأكثر من 700 ألف أسرة مصرية. وعشان جيل بكرة يكبر وبصحة، نفذنا مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم، واتطمنا على 22 مليون و500 ألف طالب. مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لحديث الولادة، واللي كشفنا فيها على 1,300,000 طفل. جهود الدولة استمرت من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، واللي نجحت في الكشف على حوالي 12 مليون سيدة حتى الآن، وقدمت لهم الرعاية والعلاج المجاني. وعشان نرتقي بالمنظومة الصحية، تم توفير 900 سيارة إسعاف في آخر 6 سنين، منهم 203 سيارة إسعاف مجهزة بأجهزة التنفس الصناعي. قدرنا كمان ننتهي من إنشاء وتطوير 6 مراكز للتبرع بالبلازما في 6 محافظات خلال عام واحد فقط، وبنستكمل كمان تطوير 6 مراكز أخرى عشان يكونوا حجر أساس في تصنيع مشتقات البلازما، وكمان لتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية، فضلاً عن إنشاء المجمع القومي للأمصاب واللقاحات. للصحة قلنا إن إحنا عشان نتصدى ونقدر نحقق نتيجة محتاجين نعمل تأمين صحي شامل. إحنا حبينا إن إحنا ما نخليش إنسان إن هو يبقى محتاج علاج وإحنا علاج حاسم، علاج مكلف ونسيبه. الحلم اللي استناه كل مواطن مصري، منظومة تأمين صحي شامل اللي بتأمن وتضمن خدمة صحية متكاملة بأعلى المعايير العالمية. وبدأت المرحلة الأولى منها في 6 محافظات. بورسعيد كانت أول محافظة فيهم. الصورة ما كانتش هتكمل لو ما رفعناش كفاءة العنصر البشري علمياً وإدارياً، فخرجنا الدفعة الأولى للبرامج التدريبية بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد، وأرسلنا 7,000 طبيب في بعثات علمية خارجية، وكمان تم عقد أول امتحان قومي في تاريخ مصر لترخيص مزاولة مهنة الطب. أطلقنا كمان منصة تعليمية إلكترونية تحت مظلة المبادرة الرئاسية للاستثمار في مقدم الخدمة الطبية. Pandemic. 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 الأزمة الخاصة بكورونا، الدولة المصرية خدت بالأسباب وبذلت كل الجهد وما زالت في مجابهته. كان لازم نكون قد المسؤولية قدام شعبنا في ظل أزمة عانى منها العالم كله. خططنا لمواجهة الأزمة بتشكيل غرفة إدارة الأزمات اللي بتتابع كل التطورات، وكمان تم استخدام المستشفيات النموذجية كمستشفيات عزل بعد رفع كفاءتها، وكمان تجهيز 360 مستشفى في كافة أنحاء الجمهورية، وكمان تم رفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال المصابين، وشكلنا لجنة علمية لوضع بروتوكولات علاجية وتحديثها طبقاً للأبحاث والتطورات العلمية. عملنا خط ساخن 105 لاستقبال البلاغات ومتابعة الحالات ورصد المخالطين. كمان تم عمل تطبيق صحة مصر وتنفيذ العديد من حملات التوعية على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي استفاد منه ملايين المصريين. وفرنا مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكللنا جهودنا بتوفير اللقاح، وبدأت الأطقم الطبية في تلقي لقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة العزل المنزلي. تخطيط استراتيجي مسبق ساعد الدولة المصرية على مواجهة فيروس كورونا بفضل رؤية القيادة السياسية وتوجيهاتها في تطوير القطاع الصحي في مصر،
ومبادرات صحية زودت ثقة المواطن بشفاء ملايين المصريين من فيروس سي والأمراض المزمنة من خلال مبادرة السيد الرئيس لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، واللي لولا هذا التطوير كانت ضعفت خطورة فيروس كورونا على شعبنا، ولسه مستمرين في الحفاظ على صحة المصريين. المواجهة اللي احنا بنقوم بيها في مصر تجاه كورونا لم تتوقف الدولة ولم تتوقف وزارة الصحة والأطباء في مصر عن تقديم الخدمة الطبية لمواطنين مصر. ورغم الظروف وصلنا العمل لإنشاء وتطوير عشرات المستشفيات بمختلف المحافظات، ففي محافظة الإسماعيلية تم التطوير الشامل لمجمع الإسماعيلية الطبي، واللي بيضم مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية بطاقة 382 سرير، وتم إنشاء مستشفى الطوارئ بأبو خليفة بطاقة 122 سرير. محطتنا الثانية في محافظة الأقصر مستشفى إسنا المركزي بطاقة 196 سرير، ومستشفى العديسات بطاقة 63 سرير، وفي محافظة أسيوط مستشفى أبو تيج النموذجي بطاقة 142 سرير، وفي المنيا مستشفى ملاوي التخصصي بطاقة 151 سرير. وفي القاهرة تم الانتهاء من تطوير مستشفى 15 مايو المركزي بطاقة 141 سرير. أما في محافظة اسكندرية مستشفى العجمي المركزي بطاقة 180 سرير، وفي البحيرة مستشفى كوم حمادة المركزي بطاقة 165 سرير، وفي محافظة جنوب سيناء مستشفى أبورديس المركزي مع إنشاء مبنى جديد بطاقة 59 سرير. الإنجازات لسه ما انتهتش، والنهاردة بنفتتح 52 وحدة ومركز طبي لخدمة المواطنين ضمن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وده بالتوازي مع المشروع القومي لتطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة، واللي هتساعد في تنفيذ باقي مراحل المنظومة بمعدل زمني أقل. وبتكتمل معالم استراتيجية مصر الصحية بفائض القدرات الطبية للقوات المسلحة واللي بتقدم خدماتها للعسكريين والمدنيين من خلال إنشاء وتطوير 7 مستشفيات. ففي نطاق العاصمة الإدارية الجديدة تم إنشاء مستشفى النرجس بطاقة 200 سرير، مستشفى الياسمين بطاقة 200 سرير، وفي محافظة الشرقية مستشفى الزقازيق العسكري بطاقة 200 سرير. وبنوصل لمحافظة البحيرة مستشفى دمنهور العسكري بطاقة 100 سرير. ده كمان بالإضافة إلى تطوير 3 مستشفيات عسكرية، مستشفى القوات المسلحة بالهايكستيب بطاقة 200 سرير، مستشفى الطب النفسي بالهايكستيب بطاقة 100 سرير، ومستشفى ألماظ العسكري بطاقة 200 سرير. ولسه خطة الدولة مستمرة للارتقاء بمعدلات أداء المستشفيات الجامعية وإمدادها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وقدرت وزارة التعليم العالي بالانتهاء من تطوير مستشفى الصدر في جامعة طنطا، وفي المنصورة تم تطوير مستشفى جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية ومستشفى الحالات الحرجة والنقاهة، وكمان تم الانتهاء من تطوير مستشفى الكبد ووحدة الاستقبال والطوارئ في مستشفى المنيا الجامعي. والدولة ما نسيتش دورها الحيوي لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان، والنهاردة محافظة مرسى مطروح وبورسعيد والبحر الأحمر جاهزين لافتتاح مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بخدمات متكاملة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، والمراكز دي بتقدم خدماتها ل 35 ألف مريض سنوياً في نطاق هذه المحافظات وما يجاورها من خلال ورش العمل والمشروع.
الحقيقة رجعنا مرة تانية بعد الفاصل وشفنا مع بعض تقرير كامل أو فيديو كامل عن مجهودات الرئيس السيسي في مجال الصحة، وده جزء بس من المجهودات اللي بتتم كل يوم على أرض الواقع. دكتور خليني أسأل حضرتك عن منظومة التأمين الصحي، شايفها إزاي؟ هو الحقيقة الرئيس أول رئيس يعالج مشكلة الصحة بشكل من منظور آخر بطريقة جديدة. حضرتك احنا شفنا تنمية عشوائيات، ده بيصب حضرتك مش يعني حضرتك لو صلحت الصحة وسايبة العشوائيات هتبقى حضرتك مكان لحضرتك يفرز كل يوم أمراض جديدة. صحيح. فحضرتك العلاج بيجي علاج متكامل للمنظومة الصحية. بنشوف حضرتك تنمية عشوائيات زي ما شفنا حضرتك عزبة الهجان هنا في وشفنا حضرتك التنمية فيها، شفنا حضرتك حي الأصمهات، شفنا جميع مناطق العشوائيات اللي على مستوى الجمهورية مش في بلد واحدة. صحيح. مش في محافظة واحدة، شفنا في اسكندرية بشاي الخير واحد واثنين وثلاثة والمراحل، شفنا حضرتك حتى في مصطاد كان رئيس حتى لما حضرتك المصنع الجديد بتاع مشتقات البترول حضرتك جنبه كان حصل تنمية في منطقة مصطاد، وحضرتك رئيس خصص قطع أراضي برضه للعشوائيات هناك وحضرتك علشان ينمي المنطقة. فتنمية العشوائيات ده حضرتك علاج للمنظور للصحة. حضرتك الصحة العلاج السليم ليها بيبتدئ من عدم وجود أماكن لحضرتك تفرز لك حضرتك أوبئة. فده أول حاجة عشان تعرف تدخلي فيها التنمية عشان حضرتك تمديها بالخدمة الصحية المضبوطة. صحيح. تبني فيها مستشفيات على أساس. فده أول حاجة. شفنا تاني حاجة حضرتك أنه تطوير القرى، حضرتك تطوير القرى تاني ما زي العشوائيات بالضبط. حضرتك ابتدينا حضرتك رئيس بينمي القرى بيفتح فيها حضرتك الشوارع بتتسفلت، حضرتك الإناهة والمية النظيفة وحضرتك الصرف الصحي علشان حضرتك المياه، كل الحاجات دي بتصب في المنظومة الصحية. يبقى احنا كده بنعالج علاج دائم مش بنعالج مسكنات. حضرتك فالعلاج الدائم للمنظومة الصحية بيبتدئ باللي بيعمله هايس حضرتك من حيث تنمية العشوائيات من حيث تنمية القرى. كمان حضرتك رئيس قال لك ايه؟ قال لك توفير العلاج المكلف. قال لك ده اهم حاجه عندي العلاج المكلف. حضرتك بنلاحظ ان الاطفال حتى الكبار بتوع نقل الاعضاء والكلام ده حضرتك بيبقى على نفقه الدوله العلاج، اي علاج مكلف حضرتك او عمليه مكلفه حضرتك الدوله بتتكفل بيها. فده بيبقى حضرتك ايه مهم جدا. بنتكلم بقى حضرتك على مبادرات الرئيس، مبادرات الرئيس يد الخير لمصر وافريقيا بيبتد حجميه مبادرات حضرتك بتاخد كل مبادره 100 مليون صحه، حضرتك اكتشاف الضغط حضرتك واكتشاف الاعتلال الكلوي، الفشل الكلوي ما نكتشفه بدري هيتعالج ما نوصلش حضرتك لايه مرحله ان الكلى تبقى اتدمرت كلها، حضرتك فيروس بي انه حضرتك بندي اللقاح بتاعه للاطفال عمر يوم. صحيح. ده حضرتك توفير الفيروس بي ده حاجه جميله جدا. حضرتك توفير سيارات الاسعاف، احنا حضرتك سيارات الاسعاف دي مكلفه خاصه سيارات اسعاف فيها عناية مركزة، فحضرتك في 900 سيارة إسعاف تم توفيرها. حضرتك بعث الأطباء للخارج في 7000 طبيب حضرتك تم بعثهم. تمام. الجميل في الموضوع بقى قال لك إيه رئيس الحقيقة من نظرة علمية ومن نظرة علمية فعلا قال لك إيه؟ قال لك إن الكورونا مش هتوقف تقديم الخدمة الطبية للشعب. مش مسألة ان احنا ملخومين في الكورونا هنوقف، لا لا، بنلاحظ انه الانجازات في مختلف المجالات، قوائم الانتظار في بالنسبة للعيانين بتوع القلب حضرتك قلت، وقلنا قبل كده ان هو قال رئيس قال لك ايه؟ قال لك انا لو سبت 700,000 قوائم انتظار دول كانوا هيبقى معاهدين اكتر. صحيح. لان المناعة بتاعتهم منخفضة. حضرتك لو سبنا حضرتك بالنسبة للتأمين الصحي الخدمة بتاعته اللي بتمد لكذا محافظة عشان ما نسيبش الناس، ده مهم جدا الكلام دوت. في قال لك كمان في حضرتك مبادرة العزل المنزلي ده علاج غير تقليدي. حضرتك بدل المستشفيات ما تتملي في حضرتك نعزل منزليا بس مش سايبينه في خدمة خط 1440 حضرتك موجود زائد خدمة حضرتك امداده بشنطة العلاج. شنطة العلاج دي حضرتك ممكن ما يبقاش المقتدر حاسس بأهميتها، إنما العمالة المؤقتة وحضرتك الغير مقتدر
بيعرف أهمية شنطة العلاج دي. شنطة العلاج دي بتمد حامل حضرتك بسيط إنه قاعد في البيت فما فيش قط حضرتك ما فيش دخل فحضرتك لا بنديله العلاج بتاعه بالشنطة دي حضرتك دي بتسهل كمية شنط حضرتك ملايين الشنط تم توزيعها على مختلف الأماكن الجمهورية. حضرتك المستشفيات الجامعية المستشفيات العسكرية المستشفيات العسكرية كمان توجه رئيس فيها ان حضرتك بتمد المناطق النائية عشان لما يبقى في منطقة نائية برضو حضرتك بنلاقي فيها المستشفى العسكري موجود بيخدم المواطنين بيخدم المواطنين والعسكريين. صحيح. زائد انه ايه المجال بتاع الايه حضرتك في حضرتك مجالات كتير بيقتحمها الطب في العسكري حضرتك ما بتبقاش موجوده كمان متطوره جدا عندهم في كليات حضرتك كليات العسكريه متقدمه جدا كليه الطب العسكري اللي اتفتحت حضرتك ابتدت اول دفعه منها اتخرجت السنه اللي فاتت فده حضرتك بيمد حضرتك منظومه الصحه بمصر بيعضدها وبيمدها. بنشوف كمان حضرتك العنايه المركزية كذا كميه السرايا الجديده شفنا المستشفى الميداني في عز ازمه كورونا السنه اللي فاتت ساعه ما كانت حضرتك المستشفيات اتملت خالص ومش لاقيين الرئيس راح امر بافتتاح 4000 سرير هنا في مدينه نصر في المعرض حضرتك اتعملت حضرتك مصت الازمه وقضت على الازمه في ساعتها. فاحنا بنقول بنشوف الحقيقه انه مجال الصحه حضرتك من المجالات المهمه جدا اللي الرئيس اولاها عنايه بنشكره عليها وبنبين للناس بس انه كميه الحاجات ان هم مش شايفين هذا شايفين تطوير المستشفيات الجديده هيشوفوا كمان الكلام ده ما يوصل للقايه ان مستشفيات الاماكن الصحه البدائيه اللي هي بتبقى البرايمري هيلث كير سنتر اللي بيبقى في الموجود في القاع هتبتدي حضرتك تمدهم بالخدمه بتاعتهم. بس بنقول يا ريت ان حضرتك ما يبقاش الرئيس بيقدم ده كله وحضرتك احنا المواطن بنصيبه باحباط انه يروح للمستشفى نقول له ما فيش علاج ليك وهو متوفى. فبنطالب كل مستشفى انها تبين حضرتك ان ما تبعتش مواطن من بلد لبلد من حضرتك ان نلاقي مثلا واحد من الفيوم قلنا حضرتك ناقشنا الموضوع ده المره اللي فاتت ونشدنا انه ما يجيش عيان من محافظه لمحافظه الا لو ملوش علاج في نفس المحافظه يكتب هذا الكلام ويحاط به حضرتك المسؤولين يبقى معروف انه ده مش تهرب من الواجب الوظيفي حد صغير مش عارف لا لازم حضرتك ما فيش علاج اسمه في محافظه مش متوفى لا احنا عدد المستشفيات عندنا تم تنميتها تم زياده قدراتها بملايين الجنيهات. طب دكتور عايزه تعليق حضرتك على استقبال مصر الاسبوع الجاي ل 8.6 مليون جرعه لقاح. رئيس يحب شعبه حضرتك بيوفر حضرتك هي حضرتك احنا بنقولنا قبل كده انه اللقاح مش هيحل الازمه حاليا لانه اللقاح حضرتك قلنا انه حضرتك الازمه لابد ان الخطوات الاحترازيه نكمل وكل منظمة الصحة العالمية بتتوقع انه حضرتك على اخر 2021 ان شاء الله هيبقى منتهية مشكلة كورونا. قلنا مشكلة كورونا مشكلة عالمية مش هيتم حلها الا بتحصين 70% من مواطني العالم السبع مليار. يعني مصر تحصين 70% منها مش هيحل المشكلة لانه حضرتك البلد لازم لابد من انفتاح اقتصادي لابد من السياحة لابد من فتح المجال حضرتك المجال الجوي التبادل مع الشعوب لان مش هنقدر نعيش لوحدنا ولا هم هيقدروا يعيشوا لوحدهم. حضرتك احنا عرفنا مختلف البلاد ابتدت هتفتح السعوديه هتبتدي تفتح كل البلاد هتبتدي تفتح لانه ما ينفعش ده حضرتك عباره عن اغتيال اقتصادي للشعوب. صحيح. ما ينفعش فحضرتك هتفتحي طب فرضا جدلا انه مكان تاني ما تحصنوش هي انت لانه في تحول للفيروس فلابد من القضاء على الفيروس انه 70% من العدد العالم فعشان كده بقول لحضرتك انه منظمه الصحه العالميه غصب عن هتمد مصر وهتمد بقيه الشعوب انما طبعا احنا هنا سباقين لانه في شعوب تانية لسه ما ابتدتش خالص. صحيح. فاحنا سباقين في الحصول على علاقات مصر القويه علاقات الرئيس القويه حضرتك وفر الميزانيه متاحه حضرتك فده حضرتك رئيس محب الشعب بنشكره جدا وبنشكره حضرتك على النظره بتاعته الاستباقيه للاحداث في مجال الصحه لانه مجال الصحه دلوقتي حضرتك احنا بنقول هنحل المشكله بيحلها بطريقه جديده ان هي حضرتك بعلاج كل حضرتك العشوائيات قلنا حضرتك التطوير القاهه قلنا حضرتك التامين الصحي المستشفيات العسكريه المستشفيات المدنيه المستشفيات الجامعيه بنحلها بمختلف الطرق ان شاء الله. دكتور وبنظره بقى سريعه مننا على البرلمان المصري واحد اختيار الابناء
العظماء وشايفين دوره الإيجابي، وهو نائب نشيط جدا، وهو النائب علاء عابد رئيس لجنة المواصلات والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي. الحقيقة احنا بنهنيه وبنبارك له على اختياره رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والخطاب المعتدل بالبرلمان العربي. دكتور، لو اتكلمنا عن الجزء ده الخاص بالنائب علاء عابد، احنا شايفين انه نائب من النواب النشطاء جدا داخل البرلمان، دايما في استجواب لجميع الوزراء، ودايما بيثني على المجهودات. لما بنشوف يعني احنا شفناه وهو بيثني على مجهود طبعا السيد وزير النقل اللي هو كامل الفريق كامل الوزير، وشفناه برضو هو بيعارض بعض الوزراء التانيين، ولكن سواء بيؤيد او يعارض فهو في الاخر يصب في مصلحة المواطن زي ما الرئيس بيطالب. عايزة تعليم حضرتك على توليه رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والخطاب المعتدل بالبرلمان العربي وأهمية اللجنة دي لو شرحناها للسادة المشاهدين ودورها الفعال. هو حضرتك البرلمان العربي حضرتك بيمثل من مصر ب 12 عضو. حضرتك اللواء علاء عابد حضرتك كرئيس لجنة طرق المواصلات في المجلس النواب عندنا، وبيشغل هناك رئيس لجنة مكافحة الإرهاب. حضرتك هو شخصية حضرتك من بيمثل حزب مستقبل الوطن. حضرتك التاريخ بتاعه تاريخ مشاهف من حيث المعارضة الهادفة، ده اللي قال عليها رئيس المعارضة، قال لك في معارضة هادفة. يعني ايه معارضة هادفة؟ معارضة بتصب في خدمة المواطن. انا لما اقوم حضرتك بأثني على حضرتك مجهود السيد مثلا الوزير اللي هو بيشتغل، فبقول له شكرا، بقول له انت فعلا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. بحاول اجيب الخدمات دي للدايره بتاعتي. احنا شفنا انه كان في اجتماع لجنه الطرق ولجنه المواصلات بالنسبه للجيزه، فحضرتك انهم هم حاولوا، حضرتك بيحاول انه يمد القريه الصف عنده المركز الصف بالخدمات. وحتى كان في النهارده المفروض متحدث الاعلامي في حزب مستقبل الوطن الاستاذ خالد زيدان، بس حاولنا نكلمه يمكن الشبكه مش واصله لحاجه، كان المفروض هيتكلم على انجازات اعضاء مجلس الشعب في الصف. فاحنا دلوقتي بنشوف حضرتك هذا الكلام، بنشوف حضرتك ان هو اما حضرتك العضو مجلس الشعب النايب انه بيشوف حضرتك خطط الدوله ماشيه ازاي، وبيحاول يرشد حضرتك الدوله. هي الدوله عندها علم بكل حاجه والخطه الحقيقه، بس بيقول لهم انه في الطريق ده حضرتك يدخل في تطوير في الخطه بتاعت الرئيس لتطوير الصف مثلا، دخلت في حضرتك في تطوير القرى اللي هي في الخطه الرئيس، في حضرتك في الخدمات بتاعت حضرتك حياه كريمه، في حياه كريمه حضرتك بيمدوا فيها. حضرتك لو في حضرتك حمله تحصينات، حمله بتاع الاحزاب بتساهم فيها، ده كله حضرتك جميل جدا، توعيه للمواطنين بيوعوهم. كل الخدمات دي مهمه جدا. بالنسبه لمكافحه الارهاب بقى حضرتك دي بتبقى على مستوى اعلى. فحضرتك اما يبقى في تمثيل من البرلمان العربي، البرلمان العربي رئيسه النهارده وقف وصحح قال ان احنا بنقدر ان البلاد العربيه كلها عارفه قيمه الرئيس السيسي، بتقدر هذا الرئيس لحضرتك لانه انقذ المنطقه العربيه من المشاكل اللي كانت هتحصل لها. فهم عارفين يعني ايه الرئيس السيسي والنعمه اللي ربنا اصطفى بيها البلاد العربيه في الايام ديت، وعارفين انه حضرتك الرئيس السيسي احاله دون وقوع الامه العربيه كلها. صحيح. وانه في البلاد حضرتك اللي هي وقعت، اللي هي حضرتك عندنا العراق، عندنا لبنان فيها قلاقل، اليمن، حضرتك ليبيا، انها لن تطاق وهتعود تاني. صحيح. شفنا العراق وشفنا الاتصالات معهم، شفنا الاسبوع ده وزير خارجيه باكستان جه والتقى مع الوزير سامح شكري وقال هنعوض الايام اللي فاتتنا. الكلمه دي من بلد نووي مسلم حضرتك، باكستان مش قليله، معناها مسانده لمصر، مسانده حضرتك ضد الهيمنة الدول اللي هي أحادية، اللي هي عايزة تتدخل في ضد العالم كله. صحيح. لوحدها اللي عايزة تدخل خريطة العالم ضد كل التكتلات الدولية اللي موجودة. حضرتك ضد أوروبا حتى القديمة اللي حضرتك ما عدا انجلترا، ضد فرنسا وإيطاليا، وما ينفعش هذا الكلام خالص. فإحنا بنقول اليونان
شفنا حلف جديد بين اليونان حضرتك والسعودية، شفنا حضرتك السعودية في طيارات حضرتك F-15 واحد حضرتك اليونان، وفي حضرتك صواريخ باتريوت جت للسعودية. ده معناه ايه؟ معناها تكتل عربي قوي. فحضرتك في لجنة بها برلمانية من البرلمان العربي هتتصل بتعليمات حضرتك مباشرة انها تسافر امريكا، تسافر اوروبا، تبين لهم دور الارهاب حضرتك، انه الارهاب ده موجود حضرتك مدفوع للبلاد العربيه عشان ينهي عليها. وهيقول لهم حضرتك انه الارهاب ده مش معناه بس الارهاب السلاح، لا، الارهاب الفكري اخطر من الارهاب السلاح. وحضرتك معالجه الارهاب الفكري اهم من معالجه الارهاب بالسلاح. ايه الارهاب الفكري بقى؟ حضرتك اما دخل مثلا حوائد البلاد ما مش عايزاها. اما اتكلم مثلا في بلد زي مصر، بتكلم مثلا عن حريه الشواذ، عن حريه مثلا الاجهاض، عن حريه مش ده حضرتك غير متقبل. ده حضرتك انت كده بترهبني، انت كده بتجبرني ان انا اقتنع بحاجات مش في عاداتي ولا تقاليدي ولا ديني، سواء مسيحي او مسلم. فحضرتك ده في عبء ثقيل على الهيئة البرلمانية من البرلمان العربي في لجنة مكافحة الإرهاب دي. حضرتك هتلف العالم وهتتعمل اتصالات مع مختلف الدول، هتبين ليهم الإرهاب، هتبين ازاي نجحنا في مكافحة الإرهاب، هتبين ازاي ان حضرتك الجماعات الإرهابية دي ممكن بتيجي بكذا لون، هتبين أهمية السوشيال ميديا ان هي دي بتساعد بيستغلها الإرهاب حضرتك في الدخول للمجتمعات. فده كله حضرتك هنحاول تبيينه. وحضرتك يا ريس حتى قال انه الدستور نفسه، القوانين الدستوريه تحول وتكافح هذه الايه طريق الارهاب الفكري ده. دكتور الحقيقه وقتي خلص سريع مع حضرتك، وعايزه كلمه منك في نهايه الحلقه. احنا بنقول انه الخير جاي، مصر كل يوم احسن، مصر كل يوم اقوى. إن شاء الله نطمن جدا على صحتنا، على بلدنا، بنشوف حضرتك المدن الجديدة ونفرح بيها، نفرح باقتصادنا اللي بينمو حضرتك، نفرح حضرتك بنحتفل كل يوم بعيد جديد في ظل رئيس حكيم حضرتك. وإن شاء الله إن شاء الله في قريب العاجل هتنقضي كورونا، وحضرتك مشكلة المية وسد النهضة هتنتصر السودان وتسترد عافيتها وأراضيها. هنفتخر بكل ده إن شاء الله، إن إحنا رجعت ليبيا في قوامها ومستقلة حضرتك، كل القوى الخارجية هتخرج منها وترجع للشعب الليبي تاني، هيرجع التعاون المصري الليبي موجود، العراق ترجع تاني، لبنان ترجع تاني، البلد كله ده حضرتك يتلم الشمل العربي تاني، ونقول ساعتها تحيا مصر. صحيح. الحقيقه انا بشكر ضيفي الكبير والكريم الاستاذ الدكتور محمد ابو القاسم، استاذ امراض النساء والتوليد وعلاج العقم، ومفوض حمله دعم مؤسسات الدوله في الفيوم. تابعنا مع حضراتكم خلال الحلقه النهارده اجتماعات الرئيس الداخليه واهتمامه بكل تفصيله تخص المواطن المصري. تابعنا كمان معاه اللقاءات الافريقيه اللي تمت والجولات العالميه واستقباله لضيوف مصر من مختلف الدول الاوروبيه. الحقيقه النهارده كانت حلقه مهمه مليئه زي ما بيقولوا بالإيجابيات. في نهاية الحلقة عايزة أقول حاجة مهمة جدا، وعايزة أقول الأول بس قبل ما أتكلم مع حضراتكم في النقطة دي، أسماء بنت سارة بنت الفنان يوسف شعبان طلعت ونفت في مداخلة هاتفية من حوالي ساعة مع الزميل رامي رضوان خبر وفاة والدها، خبر وفاة والدها. بنتمنى أنه يتمتع بكامل صحته. بنشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. وأخيرا وليس آخرا، عايز أقول أن الناس اللي في حياتنا لازم نحافظ عليهم وما نزعلهمش، لأن الحياة قصيرة جدا جدا يا جماعة. لو أنت في خلاف مع حد أو متخاصم مع حد، روح صالحه. ما نعرفش، في ناس بنسلم عليهم النهاردة بنصحى ما نلاقيهمش موجودين في حياتنا. الحياة قصيرة ومش محتاجة مننا لا ندخل في صراعات ولا ندخل في خناقات. تحية مني أنا مي حسن، ألقاكم على خير الخميس اللي جاي 12 مساء. دمتم طيبين.